سوا منا. كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا خير وبصحة وسلامة. واليوم عدنا لكم في مقطع عن موضوع سبب جدل كبير في الآونة الأخيرة، وهو هل حقا سيعود أنيمي هانتر أم لا؟ وإذا سيعود، هل سيعود كفيلم أو حلقات أوفا، أو ستعود المانجا فقط، أو سيعود الأنيمي؟ فإن شاء الله في هذا المقطع راح أوضح لكم كل شيء يخص هذا الخبر. فبدون إطالة أكثر، أتمنى تكون عجبتكم فكرة المقطع. كالعادة بدنا نوصيكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا بينا. بداية بنرجع للأيام الماضية، وتحديدا في يوم 5 فبراير. في هذا اليوم نشرت ماغومي هان اللي هي مؤدية صوت جون، وقالت في حسابها الإنستا أنها بدأت تسجيل المشروع السري برفقة صديقتها اللي هي ماريا إيسي، واللي هي مؤدية صوت كيلوا. فشاركوا كلاهما في مشروع سري لم يصفحوا عنه، كلاهما نشروا هذا الخبر. ماغومي هان نشرت الخبر في الانستا، وماريا إيسي نشرت هذا في تغريدة في التويتر. فهنا كل الفانز وكلنا فرحنا كتير، والكل كان يحسب أنه أخيرا وليس آخرا المشروع الخفي هذا سيكون هو هانتر، وسنعود نشوف شخصياتنا المفضلة جون، كيلوا، كورابيكا، ليوريو. أيضا كتير تحمس لرؤية أحداث القادمة وآرك قارة المظلمة. وأيضا الشيء اللي يبهر أكثر هو أنها بعدها مؤدية صوت كيلوا نشرت صورة مضببة عن المشروع الخفي، والكل اعتقد أن هذا حقا هانتر. هذه الصورة التي نشرتها ماغومي هان، واللي نلاحظ فيها كتير ألوان متشابهة بين خلفيات هانتر، في كتير شبه بين الألوان. أيضا في نفس هذه الفترة ظهر حساب مزيف لتوغاشي يقول هل أنتم جاهزين من هذا الكلام، ولكن هذا فقط حساب مزيف. فما علينا، المشروع الخفي ذاك تم إفصاء عنه البارحة الاثنين، واحذروا إيش، تم نشر أن المشروع هو مجرد لعبة لأنمي هانتر، لعبة جديدة على شبكة الإنترنت. اسم اللعبة هي هانتر هانتر الهروب من المتاهة، واللعبة مقتبسة من آرك امتحان الصيادين. فلكل لاعب يستطيع يغامر مع الشخصيات الرئيسية. اللعبة لسه ما أفصحوا عن موعدها وعن موعد عرضها للبيع، ويعتقد أنها بتنزل هذه السنة. فصراحة كفانز لهانتر فخيبة أمل كبيرة، خصوصا الاحتمال هذه المرة كان مرة كبير مقارنة بالمرات السابقة. فمثلا في ويكلي شونين جامب السنة الماضية صار نفس الشيء، حمسونا بخبر عودة هانتر وفي الأخير طلعت لعبة، والحين صار نفس الشيء بالضبط. فهانتر صار له ألعاب أكثر من فوسوفيل المانجا. يا أخ توغاشي متى تعود؟ شكله سحب علينا ودائما يلعب لعبة دراغون كويست أو داي الشجاع. فالمهم هانتر كل ما يمر الوقت واحتمال رجوع الأنمي تقل بسبب توغاشي وهو يكبر في السن، فما ادري ايش وضعه اصلا. حتى لو عاد الانمي فراح يكتبس حوالي 50 فصل، عشان احداث بين الانمي والمانجا 50 فصل، فلو يعود الانمي بيكتبس 50 فصل بيعطيك حوالي 24 حلقة، رقم حلو ولكن صعب حدوث هذا. ففي الاخير احلام الناس لا تنتهي. كنت متحمس جدا ولكن خيبوا امالنا. فعندي سؤال لكم، شو رايكم ننزل مقاطع عن انمي هانتر وكذا نغير الجو شوي؟ فاي شخص يحب انمي هانتر يكتب لنا افكار لفيديوهات قادمه تكون خاصه بانمي هانتر، وكذا ننوع في الانميات على القناه اكثر. ففي الاخير اتمنى يكون يعجبكم الموضوع الفيديو، كثير سالني عن هذا الشيء فكان ضروري اوضح لكم هذا الموضوع. ففي الاخير اتمنى يكون يعجبكم المقطع يا رهيبين. كالعاده بدون وصيكم ولا تنسى اللايك والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان، كده بتساعدني بشكل كبير. ونلتقي بمقطع اخر ان شاء الله. جانا منا.